Yes, the clinical features of the neoplasia. What is the most important clinical features that appear in the on the cancer patients? Effect of the tumor on host. First, cancer cachexia, and the second is the paraneoplastic syndrome. First is the cancer cachexia. This or many cancer patients may suffer from progressive loss of body fat and lean of the body mass. يعني يهزل, okay. يهزل ويستهلك كل الفاتس اللي مخزونة بالجسم. And second is the profound weakness, anorexia and anemia. هي يعني ضعف عام يصير. This collection is of alterations in the cancer patient is known as worsening syndrome or referred to as a cancer cachexia. الآن ليش قاعد يصير عندنا cancer cachexia? What is the factors that produce the cancer cachexia or the cachexia in the cancer patient? First, in the patient with cancer, the calorie expenditure remains high. استهلاك الطاقة يكون عنده عالي. وبعد the basal metabolic rate also increased despite the reduce in the food intake. يعني اولا الكانسر بيشنت يصير عنده loss of appetite. زين الان loss of appetite هذا هو اللي راح يؤدي الى ال reduce or consumption of the body fat. مو بس هو الوحده, لا احيانا, مو احيانا وانما دائما يصاحبه high energy expenditure. يعني استهلاك الطاقة راح يكون عنده عالي, بالإضافة إلى أنه البيزل ميتابوليك ريت, البيزل ميتابوليك ريت أو فانشن يعني it is the energy which is used by the internal or necessary for the internal organ to be functioning properly. يعني حتى في حالة الريست احنا نستهلك طاقة, من اللي يستهلكها؟ الانترنال organ for its appropriate function. هذا نسميه البيزل ميتابوليك ريت. بالكانسر بيشنت حتى البيزل ميتابوليك ريت راح يكون عالي عنده, اوكي. بينما الانرجي اكسبندتشر في حاله الاكتيفيتي راح يكون اعلى من النورمال انديفيدوال ديسبايت ذا ريديوس فود انتيك. تمام, زين. ليش قاعد يصير عندنا هاي انرجي اكسبندتشر؟ ليش قاعد يصير عندنا انكريز ان ذا بيزل ميتابوليك ريت؟ لسببين. الاول السيركوليتنج ليفلز اوف ذا تي ان اف اند انترلوكين 1 which released by the macrophage, اللي هي قبل شوي حكينا عنها, قلنا يصير بها اكتيفيشن by the تي سيلز اند ناتشرال كيلر سيلز ان ريسبونس تو ذا كانسرس جرايف, اوكي. زين, والثاني التي ان اف شنو راح يسوي؟ راح يسوي سبريشن فور ابيتايت, سبريشن فور ابيتايت اللي هو الفيرست, هذه ساين اللي يصير عند البيشنت انه لوز اوف اتس ابيتايت اوف هيز ابيتايت عفوا. والثاني انهبيشن اوف ذا اكشن اوف لايبوبروتين لايباز that inhibits the release of the free fatty acids from the lipoproteins. وبعد السبب الاول for increased energy expenditure is the production of the pro-inflammatory cytokines. الثاني البروتين mobilizing factors that causes a breakdown of skeletal muscle proteins by ubiquitin proteasome pathway which has been detected in the serum of cancer patients. شباب, اي بروتينات احنا اخذنا بالاوتوفيجي او اخذتوها بالاوتوفيجي, اي بروتينات ما نحتاجها شو نسوي لها؟ نربطها ويا الابيكوتين, نسميها ابيكوتينيتد بروتينز, اوكي. والابيكوتين هو عباره عن بروتين act as a marker for the proteasome to be activated. Once it bind الابيكوتين bind with the protein تصير ابيكوتينيتد بروتينز, البروتيوسومز will move and destroy these proteins, اوكي. هذه نستخدمها في حالات الاوتوفيجي حتى نسوي destruction for the unwanted proteins from the cell or unwanted components of the cell. هذه راح تكون over activated, هذه الميكانيزم راح تكون over activated
عندي cancer patients، لذلك تشوف الخلايا مالته كأنما هي يصير بها autophagy. Yes. إذا عرفنا أنه الفيرست كلينيكال فيتشر ان ذا كانسر بيشنت از ذا كانسر كاتشاكسيا اند ذا سكند از ذا بارانيوبلاستيك سنتر. شنو معنى البارانيوبلاستيك وليه سميناها بارانيوبلاستيك؟ هذا هو ان بريدكتبل بيهيفير فور ذا كانسر. ان بريدكتبل بيهيفير يعني الكانسر هنا راح يتصرف ان شيء ان بريدكتبل اور دو نوت ماتش ذا سايت اوف اتس اوريجين، راح يتصرف في طريقة هي لا تلائم يعني التشو اللي هو موجود به. فمن الكمن paraneoplastic syndromes is the Cushing syndrome، okay، the hypercalcemia and non-bacterial thromboendocarditis. ال Cushing syndrome شنو؟ هذه اللي هي علامة ال increase of glucocorticoids، يعني يصير عندنا distribution of the fat in the trunk والمون فيس والشولدرز، اوكي، اللي هي العلامه مالت اليوزج اوف اكزوجينس اور انكريز ان ذا اندوجينس جلوكوكورتيكويدز، مثل ما واحد ياخذ ديكسن. تمام. الكوشنج سيندروم از يوجوالي ريليتد تو اكتوبيك برودكشن اوف باي ذا كانسر اوف ذا اي سي تي اتش اند اي سي تي اتش لايك بيبتايدز. يعني هي مثلا بيشنت عند لانج كانسر squamous cell carcinoma or small cell carcinoma of the lung، هذه تكون ACTH secreting، يا إما ACTH or ACTH like peptides. هذه ACTH adrenocorticotropic hormones، معناها راح تسوي activation for the adrenal cortex to produce glucocorticoids. تمام. مع العلم أنه هي الأوريجين مالتها شنو؟ اللونج والبولمونري تيشو دو نوت برودوس اي سي تي اتش، اللي احنا نعرف انه الاي سي تي اتش برودوس فروم ذا بيتيتري. زين. السكند الهايبر كالسيميا، هذا ريليتد اولسو مالتي فاكتور. الفيرست از برودكشن اوف ذا باراثايرويد هرمون ريليتد بروتينز اولسو باي تيومرز از نوت ريليتد تو ذا باراثايرويد، اللي هي ايضا السكويموس سيل كارسينوما اوف ذا لانج اولسو بروتيوز producer parathyroid like peptides. The second, the production of a transforming growth factor alpha which activates the osteoclasts. Osteoclasts cause bone resorption and elimination of the calcium. Too much calcium in the blood will deposit in the soft tissues and causing metastatic calcification and generalized calcification. The second is the activation the activation sometimes activating the active form of vitamin D and this will enhance the absorption of the calcium and hence there is increase in the level of calcium in the blood. Okay. ثلاثة widespread osteolytic lesions also cause a metastatic calcification. Also cause a metastatic calcification. شباب رجاء، هذا ال widespread osteolytic metastatic disease of the bone صحيح هو يسوي generalized calcification and responsible about the hypercalcemia and most يعني associated with most types of cancers like prostate CA metastasized to the vertebral column, breast CA metastasized to the ribs or to the vertebral column also. صحيح هذه صحيح، بس هي مو paraneoplastic syndrome. رجاء لا تخلوها في خانة paraneoplastic syndromes، بس هي one of the causes of the hypercalcemia which related to the cancers. Okay. Grading and the staging of cancers خلوها على مقطع آخر.